السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بركان المغربية. نحييكم الإخوة الكرام، واليوم موضوع الحلقة صراحة هو مفاجأة الكاميرون للبرازيل والانتصار عليها، والدروس المستفادة من هذه المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي بقيادة وليد الركراكي. الدروس ديال اليوم كثيرة وكثيرة، أولها أن في هذه البطولة ديال كأس العالم فيفا قطر 2022 لا منتخب كبير ولا لاعب كبير ولا منتخب مصنف ولا منتخب غير مصنف ولا منتخب قوي ولا نجوم ولا كواكب ولا مجرات، الكل متساوي، الكل في كفة واحدة. ما يميز هذا المنتخب عن الآخر الإرادة والعزيمة والروح الوطنية والدموع الوطنية ودموع الانتماء، دفاع اللون المنتخب، دفاع عن الوطن، واللعب بأمانة واللعب بشراسة وقوة كما شاهدنا المنتخب الكاميروني وانتصاره العظيم في كأس العالم على من؟ على المنتخب البرازيلي رقم واحد في العالم، المنتخب البرازيلي بنجومه ولآلئه ومدربه وجمهوره الذي حج بكثافة بالمقارنة مع جمهور الكاميرون. هنيئا 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 لكل الشعب الكاميروني، للوطن الكاميروني، للأفارقة بهذا الانتصار على منتخب مرشح للفوز بالكأس كما العادة، المنتخب الكاميروني، طرس وحافز قوي للمنتخب المغربي من أجل الانتصار على المنتخب الإسباني الذي ظهر ضعيفا عليلا في هذه الدورة، والدليل الانتصار عليه من المنتخب الياباني نتيجة وأداء، وبالتالي يستحق المنتخب الوطني أن يمر إلى الدور الثمانية على حساب المنتخب الإسباني. كل جرائد الإسبانية، كل مواقع إسبانية تخاف وتهاب وتحذر من المنتخب المغربي. إذن المغرب نتمنى أن يستفاد من درس الكاميرون، تكتيك الكاميرون، إرادة الكاميرون، عزيمة الكاميرونيين. لربما الشيء الخفي في المنتخب الكاميروني أنه لعب مباراة موت أو حياة، رغم أنه كان قبل قوسين أو أدنى من التأهل لو خسرت طبيعة الحال السويسرا. نعرج على نتائج مباريات اليوم: فوز الأوروغواي على غانا بجوج الصفر، فوز كوريا الجنوبية على البرتغال بجوج لواحد، فوز الكاميرون على البرازيل بواحد الصفر، وفوز سويسرا على صربيا بثلاثة الزوج. الجوج مجموعات ديال اليوم المتأهلين هي المنتخب ديال البرتغال والمنتخب ديال كوريا الجنوبية. رغم خسارة البرتغال فازت كوريا الجنوبية وتأهلت على حساب المنتخب البرتغالي، وفي المنافسة مع المنتخب الأوروغواي منافسة شرسة. كان المنتخب الأوروغواي يحتاج إلى الأهداف ويحتاج إلى نقاط أكثر. الكاميرون مع الأسف رغم فوزها لم تتأهل أمام البرازيل التي تأهلت في المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية المنتخب السويسري، منتخب الكوري كذلك جاء في المرتبة الثانية بعد المنتخب البرتغالي. إذن كوريا الجنوبية، البرتغال والبرازيل والسويسرا يمرون لدور 16، وبعده سيكون دور الثمانية. إذن مباريات حارقة للمنتخبات الوطنية جميعا في الأدوار الموالية. المنتخب المغربي حديث الساعة هو وكذلك منتخبات أخرى مثل السنغال، يعني حديث العالم حاليا، خاصة المنتخب المغربي وانتصاره على فرق قوية وتعادله أمام بلجيكا وفوزه، تعادله أمام كرواتيا وفوزه على بلجيكا وفوزه على كندا أداء ونتيجة. إذن سبع نقاط تبارك الله ما شاء الله جعلت العالم والإعلام الإسباني خاصة يتحدث عن هذه المباراة، ونمني نفس حنوكا مغاربة
أن يرد المنتخب المغربي صعصعين على هزيمة وإقصاء من مونديال روسيا 2018 أمام الفريق الإسباني. نصيري جاهز، الحمد لله جاهز، صابري جاهز، وبوفال وحكيمي وزياش وبونو وغيرهم، رومانسيس وغيرهم جاهزون جاهزون، والمرابط مزراوي جاهزون جاهزون لهذه الملحمة. إن شاء الله تكون نهار الاثنين مع الربعة توقيت المغربي، إن شاء الله غادي تكون ملحمة كبيرة للمنتخب الوطني الذي يسانده جمهور كثير وقوي، وتسانده كذلك الجمهور الإفريقية العربية والإسلامية والكرة الأرضية المحبة لدول العالم الثالث تشجع المغرب. نتمنى إن شاء الله صادقين صادقين أن يستفيد المنتخب الوطني المغربي من درس الكاميرون، درس الكاميرون درس قوي لجميع المنتخبات المصنفة في الطابور الثاني، يعني فرق الدرجة الثانية، فرق الدرجة الثانية مثل سويسرا، كوريا، جابون، دوك اللي تأهلوا درجة ثانية، يعني هادو الغير مصنفين في العشرة الأوائل أو فهمتوا، هادو يعني محقورين بالفطرة، محتقرين بين قوسين بالفطرة، لازم الفوز عليهم. بالتالي هذا الفرق صراحة، وهذه الفرق الوطنية وهذه يجعلوا واحد الحافز أنهم ينتصروا وأنهم يفوزوا على منتخبات قوية، والدليل منتخب الكاميرون اللي انتصر على الفريق البرازيلي بواحد لصفر أمام الآلاف من الجماهير البرازيلية. هذا الحافز وحب الوطن والإرادة والعزيمة والقتال وأن الفريق المنتخبات القوية تهزم مثلها مثل الفرق الصغيرة، المنتخبات الصغيرة. وبالتالي المغرب اللاعبين ديال المغرب نتمنى يكون عندهم هذا الحافز والدافع، انتصروا على رقم 2 في العالم، يقدروا ينتصروا على رقم 1 في العالم اللي هو المنتخب البرازيلي والمنتخب الإسباني الفرنسي غير الإنجليزي غيرهم من الفرق القوية عالميا. الدورات في تعقيد المنتخب الإيطالي القوي خسارة كأس العالم صراحة، لكن كاينه فرنسا، كاينه إنجلترا، كاينه البرازيل وإسبانيا وعدد المنتخبات الوطنية القوية القوية جدا. إن شاء الله إن شاء الله المغرب يكون في الموعد. برافو للمنتخب الكاميروني، رفع رأس الأفارقة، انتصار قوي على منتخب ليزي سيبقى للتاريخ رغم الإقصاء. إن شاء الله ما شاء الله على المنتخب الكاميروني. تبارك الله عليكم إخوان الكرام، في هذا الكلام المباشر اللي كان خفيف ظريف حول ماذا سيستفيد المنتخب الوطني والمنتخبات الدرجة الثانية من انتصار الكاميرون، قلنا هذا ما سيستفاد منه، القوة العزيمة الإرادة، المنتخبات القوية تهزم وتهزم، يعني بزوج وما كاينش شي واحد مستثنى من الهزيمة. تبارك عليكم الإخوان الكرام، كاين الشتاء في بركان الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله سبحانه وتعالى. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في التعليق وشوية البارتاج في الواتساب وفي الفيسبوك باج إيجروب. السلام عليكم، ليلى سعيدة، شكرا.